حدثني أعقل المجانين عن رواية هل ستكون هنا؟ أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون. نعود اليوم إلى الكاتب الفرنسي جيوم ميسو، وهو أحد كتاب الإثارة الفرنسيين الذي يكتب بإتقان لا مثيل له، ففي رأيي هو الآن من أهم الكتاب الموجودين في الساحة الفرنسية، وتتم ترجمة أعماله مباشرة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، أي أنه ليس هناك لغة وسيطة بينهما، مما يجعله الترجمة ذات جودة جيدة، وبالتالي سيمنح القارئ متعة لا تضاهى. فنحن نرى أن في ترجمة أعمال جيوم ميسو إلى الآن نستمتع بها وكأنه كتبها باللغة العربية. يطرح هنا رواية هل ستكون هنا. دائما جيوم ميسو يطرح سؤالا مهما ويضع وجهة نظر ويناقش هذه القضية في رواياته، فتجد أن الرواية حماسية ومهمة وشيقة، وفي نفس الوقت تطرح موضوعا يجعلك تفكر، فقد يغير مبدأك وفكرتك عن هذه الحياة عن طريق هذه الرواية، فروايته تشبه الحياة، وفي نفس الوقت يمكنك أن تنسى رواياته فتعيد استذكارها مرة أخرى وقراءتها من جديد، فتحصل على المتعة نفسها وعلى الإثارة نفسها، وتتابع قراءة الرواية بحماس ولهفة وكأن الأوراق ستحترق قبل أن تنهيها. في روايتنا اليوم لدينا إليوت، طبيب عمره 30 عاما، ناجح في مجاله، ولديه حبيبة التقى بها في سن 19، أمضت معه عقدا من الزمن تنتظر أن يتخذ هذا القرار بالإنجاب، إلى أن يأتي اليوم الذي تطلب فيه حبيبته إلينا، وهي طبيبة بيطرية تعالج الحيوانات في إحدى المحميات الطبيعية، أن ينجبا طفلا، فهي لم تعد صغيرة، وهناك ساعة بيولوجية خاصة للمرأة. أما عن صديقنا إليوت يرفض فكرة الإنجاب تماما، فهنا يطرح سؤالا، لماذا يرفض الناس بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم فكرة الإنجاب؟ نرى هنا سؤالا مهما جدا ما بين حكاية إليوت وإلينا بفكرة أن المرأة ترغب بالإنجاب، لكن لماذا يرفض الرجل أن ينجب؟ كان هذا سؤالا بسيطا يمكننا أن نطرحه أيضا على حياتنا الواقعية، ونرى أيضا لماذا نرفض الزواج فليس فقط الإنجاب. فنرى أن الكاتب وضع السبب لهذه القضية ولم يطرح سؤالا واكتفى بهذا الأمر، فهناك كثير من القراء الذين عندما يطرحون هذا السؤال لا يجدون الإجابة، وقد تكون الإجابة مخفية عليهم، وقد يكون بعض الناس لا يعترفون بهذه الإجابة، فنجد عند الكاتب جيوم ميسو الجرأة الكافية لطرح هذه الإجابة وأيضا إيجاد حل لهذه القضية. فنرى أن إليوت هذا الطبيب لديه سببان مهمان، وهم سببان قد يكونا ملخصا لجميع الأسباب التي من أجلها يرفض الشباب الإنجاب أو يرفض الرجل الإنجاب بشكل عام. أولها كانت هي صدمة حصلت في الماضي، فقد حصل لطبيبنا صدمة في الماضي من عنف جسدي وخلاف أسري، وبالتالي انتهى بانتحار والدته، فبالتالي يضع هذا الأمر عبئا كبيرا على هذا الفتى فيما يتعلق ب أنه سينجب طفلا ليعيش هذه الحياة، فيقرر أنه لن ينجب طفلا يعيش حياته ويعيش معاناته منذ أن كان طفلا، فلا نريد لأحد أن يمر بهذه المحنة خصوصا إن كانوا من أطفالنا. أما السبب الآخر فهو في المجال الذي يعمل به إليوت، وهو طبيب يرى معاناة الناس ويرى معاناة الأطفال، ويكون متطوعا في بعض الأحيان في بعض الأماكن الفقيرة من أجل علاجها والخروج إلى دول لتقديم العلاج ومن ثم يعود إلى بلده. هذه التجربة جعلته يرى معاناة البشر، مما وضع في نفسه الرغبة في ألا ينجب لكي لا يتعرض طفله إلى مثل هذه المعاناة، لكي لا يجلب أناسا إلى هذه الحياة ليعانوا من هذه المشاكل أيضا. فنجد أن هناك ضغطا نفسيا عقدة منذ القدم أدت إلى أن يكره هذا الإنسان العائلة ويكره فكرة إنجاب الأطفال لكي لا يعيشوا تجربته، وبنفس الوقت خوفا من أن يعاني أبناؤه ما يعانيه بني البشر، لأنه لا يضمن أن يكون معهم طيلة الوقت وقدرا على حمايتهم، فيجد أنه يرفض أن يجلب أناسا أكثر لهذه الحياة لكي لا يتعرضوا للبؤس الذي يجلبه هذا العالم عليهم فقط لمجرد أنهم أحياء ويتنفسون. لكن الحبكة استمر لأكثر من ذلك، ففي يوم من الأيام تقرر إلينا أن تطلب منه أن ينجبا، فيرفض ويحاول أن يتجنب الأمر، إلى أن تحدث حركة أشبه بالواقعية السحرية، حيث فجأة يجد نفسه أمام رجل يكبره بـ30 عاما، يشبهه بشكل رهيب جدا، ويخبره أنه أنا هو أنت وأنا قادم من المستقبل، ولدي 20 دقيقة أخبرك بها بعض الأمور. فيحصل بينهما شجار ولا يصدق إليوت ما يجري، ثم يعود هذا الرجل من الزمن إلى وضعه بعد 30 عاما. لكن ما الذي دفع إلى رجل
في سن 60 أن يعود 30 سنة إلى الوراء ليخبر نفسه قبل 30 عاما أن هناك أمرا كان عليه أن يفعله، فيعود إليه مرة أخرى ويحدثه بعد أن يقتنع إليوت أن من زاره هو شخص من المستقبل وهو نفسه من المستقبل. قال له أن إلينا ستموت وأنت من سيقتلها، ثم يرحل فيضع نفسه في بوتقة من الجنون، حيث أن إليوت يعشق إلينا لدرجة كبيرة، فقد التقى بها في حادثة قطار أدت إلى أن يقعا في حب بعضهما بعد أن نجيا من هذا الانفجار وبتجربة إنسانية قاسية، وعاشا معا أكثر من 10 سنوات، وكانت تريد أن تنجب منه وهي لا تستغني عنه ولا يستغني عنها. فجأة يقول له نفسه بعد 30 عاما أنها ستموت وأنه هو من سيقتلها، ليعود إليه بعد فترة أخرى من الجنون ويقول له أنت لم تحسن حبها لذلك ستموت. هل أنجب من هذه المرأة؟ هل أستمر معها؟ هل أرفض طلبها كما كنت مخططا؟ وما الذي جرى في 30 عاما التالية لكي يعود لي نفسي بعد 30 عاما في عمر 60 ليخبرني بما يجري؟ وهنا تأتي الفادحة، عليك أن تنفصل عن إلينا حتى تعيش. في ذلك اليوم لقد رفضت طلبها بأن تلتقيا في عيد الميلاد، مما جعلها تعود إلى المحمية وتبقى مع الدولفين في حالة اضطراب، بالتالي ستموت حبيبتك إلينا بعد أن يقتلها هذا الدولفين الهائج. هذا ما حصل منذ 30 عاما، وأنا هنا لأتحدث معك عن هذا الأمر. لكن إن أردت مني أن أطلب منك أن تنقذها فأنا سأقول لك لا تنقذها. بعد 30 عاما تكون لديك فتاة في عمر 20، وإن أنقذت إلينا لن أحصل أنا على فتاتي وابنتي. فنجد أن الرجل في عمر 60 قد عاد إلى نفسه في عمر 30 ليتأكد من وفاة إلينا في نفس الوقت لكي لا تختفي ابنته. فإن التقى بها إليوت ولم تمت إلينا اختفت ابنته ولن تكون له ابنة. فقال له أنا لا أريد لابنتي أن تختفي وأريد أن أؤكد على حقيقة أنها ستموت. هل هناك حل آخر؟ إما أن تعيش إلينا وتموت ابنتي المستقبلية، أو تموت إلينا وتعيش ابنتي المستقبلية وتريدني. أنا أتأكد من هذا الكلام وأنا أصدقك. وجهة نظر رهيبة، من ستختار؟ فيقول له أنه بعد 10 سنوات من موت إلينا ستلتقي أنت بمرأة أخرى ستكون أم طفلتك، وأنا أريد لهذا اللقاء أن يحصل لأنني لا أريد أن أخسر ابنتي. كان عليك أنت أن تخسر إلينا في هذا الوقت. يحاول الاثنان أن يبحثا عن حل، لماذا أنا علي أن أخسر إلينا لأكسب ابنة في المستقبل؟ في نفس الوقت يكون صديقه مات مرعوبا من هذه الأفكار، فهو يجد أن صديقه يحال إلى الجنون، خصوصا أن في ليلة واحدة قرر إليوت أن يتخلى تماما عن صديقه الذي أنقذه من ذلك الانفجار قبل 12 عاما وأنقذه من الموت في نفس الحادثة التي التقى بها بإلينا، ويخبرها أنه يحبها وأنه وافق على إنجاب الطفل لينقذها من الحادثة التي ستقتلها. بعد ذلك فيكون الحل الوحيد أن يتخلى عن صديقه إليوت الذي أنقذه في هذه الحادثة منذ 12 عاما، وبنفس الوقت عليه أن يقول لإلينا أنه يحبها وأن يغير مسار الأحداث في ذلك اليوم ويلتقي بها في يوم ميلاده ويوافق على إنجاب الطفل لكي لا تذهب إلينا مكتئبة إلى تلك الحادثة المروعة التي ستقتلها. لكن في نفس الوقت يجد إليوت أن بعد مضي هذه الفترة عليه بنفس الوقت أن يجد هذا الحل. لم يدع إلينا تموت، لكن بنفس الوقت لن ينجب من إلينا ويستمر معها، وإلا لن تظهر ابنته من تلك المرأة. فما الحل؟ عليه أن يترك إلينا بعد إنقاذها من هذه الحادثة. لكن نرى أن سفرات هذا العجوز من المستقبل إلى الماضي لم تنتهي، فما جرى أن إلينا لم تنجو. فبعد أن انفصل عنها إليوت وقد كان حياتها كلها، وانفصل عن صديقه الذي أنقذ حياته، عاش في بؤس مدة 10 سنوات إلى أن التقى بوالدة هذه الأم. لكن ما حصل منذ 10 سنوات وهو لا يعرف أي خبر عن صديقه مات ولا عن إلينا حبيبته، هو أن إلينا أقدمت على الانتحار بالقفز من فوق جسر. فأصبحت الرواية عبارة عن إنقاذ للجميع، ويطرح هنا السؤال، هل ستكون هنا؟ أي هل ستكون في المستقبل؟ يحاول مات أن ينقذ صديقه الذي سيموت بالسرطان بعد 30 عاما، يحاول في نفس الوقت إليوت في سن 60 أن يحافظ على ابنته من الزوال وأن تبقى موجودة، في نفس الوقت يحاول إليوت في سن 30 أن يبقي على إلينا وفي نفس الوقت على ابنته التي ستأتي في المستقبل، أي أن جميعهم يحاولون أن يحافظوا على بعضهم إلى المستقبل، وكل واحد منهم يحاول أن يعود إلى تلك الحادثة ليعدل أمرا معينا في الحكاية لينجو هذا الشخص بعد 30 عاما. فحتى مات في سن 60 يحصل على آخر قرص يؤدي إلى السفر عبر الزمن ويعود لينقذ صديقه من التدخين الذي سيسبب له مرض السرطان
ليقتله على سن 60، لكن هناك شيء غريب. هل نجح هذا التلاعب؟ هل نجحت هذه المحاولات في إنقاذ إيلينا والابنة في نفس الوقت وإنقاذ إيليوت ومات صديق العمر؟ كل هذا ستعرفونه إن أكملتم قراءة هذه الرواية. هذه الرواية تجعلك تشعر مع الشخصيات بأسلوب منطقي، في نفس الوقت أسلوب قريب إلى الحياة، في لغة سلسة جدا يسهل على القارئ أن يضيع بها ويتوه بها، فأنت تغوص في مشاعر وأفكار وحياة أناس تجدهم في أرض الواقع، فهم ليسوا غريبين عنك أبدا. فالطبيب موجود في هذه الحياة، وهذه الأسئلة موجودة في هذه الحياة. قد لا يحدث الأمر معك بنفس الطريقة حيث أنه لا سفر عبر الزمن، لكن الحقيقة تأتي كالتالي: هل هذا هو السبب الحقيقي الذي يمنعنا من الإنجاب؟ وهل هناك أمر لسنا على دراية به؟ حسب ما كشف الكاتب هو أنه عندما ترى وجه طفلك أو طفلتك القادمة ستدرك معنى الإجابة. أي أن هذا الرجل لا يدرك الإجابة الحقيقية ولا حقيقة مشاعر الزوجة في هذا الأمر إلا عندما يلتقي بنسله من بعده، أي أن هناك إجابة للسؤال لا تعرفها إلا عندما تكون على قدر كبير من الحكمة وتخوض هذه التجربة بنفسك. رواية مشوقة، حماسية، رهيبة، فعليا تعيد قراءتها من فترة إلى فترة لأنك ستنساها مع مرور الزمن وتعاود التقاطها مرة أخرى. رواية تخرجك من سدة القراءة، وبالنسبة للكتاب من سدة الكتابة. الشخصيات واقعية والأحداث جميلة جدا ومنطقية لنصل إلى إجابة سؤال قد يرضي الجميع. رواية قد تغير فكرة الكثير من الناس وقد تدفع الكثير من الناس إلى الارتباط والعلاقات والإنجاب بناء على معالجة نقطة محورية أساسية في نفوسهم. فما الذي يمنعك من الزواج والإنجاب؟ وما الذي يمنعك من الاستمرارية مع هذا الإنسان؟ كل هذه الأسئلة مجابة بالرواية، وكل ما عليكم هو أن تقرؤوها. في أمان الله.